الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين وصلنا؟ انتهينا ولله الحمد من أعمال القلوب. بعدها يا رجل أعمال الشيطانية، السادس، السابع أعمال القلوب، والثامن الأسماء والصفات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أولا هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لا يتم توحيد العبد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. لا يكون موحد إلا بإفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إذن مهم التعرف على الله، أشرف العلوم، سبب لدخول الجنة، لا نقع فيما وقعت في فرق الضالة. الله سبحانه وتعالى أمر، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا بد أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه، ودعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. دعاء عبادة تتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى الأسماء، غفور تتعرض لأسباب المغفرة، رحيم الرحمة، وهكذا. ودعاء مسألة تقدم بين يدي السؤال، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. طيب، لابد في دراسة هذا الباب أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح. الغرض من الدراسة تعظيم الله سبحانه وتعالى. لا يمكن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أحرص العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. هذا مهم جدا في الدراسة. في الدراسة كذلك تسير يقول على القاعدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن استواء، قال استواء معلوم، يعني كل ما يوجد في كتاب في الكتاب والسنة لا يمكن أننا لا نفهم هذه الأشياء، لابد نفهم، لأن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم. كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. قال استواء معلوم أي المعنى، والكيف مجهول، يعني نؤمن أن لله كيفية تليق بجلاله وعظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. ينزل ربنا للسماء الدنيا، نقول نعرف معنى النزول، ونثبت لله نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. وتمشي في هذا في كل الصفات، بهذا تكون على طريقة أهل السنة والجماعة. المعاني معلومة، ونؤمن أن الله كيفية تليق بجلاله وعظمته، لكن هذه كيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. ثلاث آيات عندنا أو ثلاث قواعد على ما ذكر الشيخ الأمين الشقيطي رحمه الله: إثبات والدليل وهو السميع البصير، تنزيه والدليل ليس كمثل شيء، المعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، السؤال عنها بدعة، ولا يحيطون به علما، وهو السميع البصير ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما. جحود، هناك من يعني ينكر كل صفات الله سبحانه وتعالى، وهناك من ينكر بعض الصفات دون البعض الآخر، وهؤلاء صلى الله عليه وسلم يعني تركوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، بل أن بعضهم يعني رجع في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، إلى من؟ إلى علماء اليونان والمتفلسفة والصابئة والمجوس وغيره. هل يمكن أن يكون هؤلاء أعلم بالله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ما يمكن. هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الباب ولا يبين لنا وهو أشرف العلوم؟ أكثر ما يتطلع ويتشوق إليه المسلم. طيب، إذن هذا الباب باب مهم جدا،
لابد أن نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. طيب بعد هذا أورد المؤلف رحمه الله القسم التاسع. القسم التاسع هذا أطول قسم في الكتاب، ذكر فيه المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى فيه على الشرك الخفي الأصغر لأنه خفي، وركز كذلك على كفر النعمة مرة أخرى. إذن هذا القسم هو أطول قسم في الكتاب، ركز المؤلف رحمه الله فيه على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز على كفر النعمة لأن ليس الإشكال في حال الضراء، لأنه في الغالب بل الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الضراء كانوا يخلصون. الإشكال كل الإشكال حال السراء، ولهذا قالوا إذا أردت أن تعرف المؤمن انظر إليه في حال السراء تجد خائف، وانظر إليه في حال الضراء تجد مطمئن. انظر حال الصحابة رضي الله عليهم في وقت الحرب، حرب إذ يغشيكم النعاس. يا رجل في وقت الحرب يأتيك نعاس؟ يأتي للصحابة نعاس وقت الحرب مطمئنين. في وقت السراء عمر رضي الله عنه خايف، يخاف على نفسه من ماذا؟ من النفاق. هذا الإيمان. قال إذا أردت أن تعرف المؤمن تنظر إليه في وقت السراء تجد خائف، في وقت الضراء مطمئن. والإشكال كل الإشكال في وقت السراء، وقليل من عبادي الشكور. ويستفيد الإنسان في وقت الضراء أكثر مما يستفيد في وقت السراء، لذلك ما يتنبه في وقت السراء، يتنبه في وقت الضراء. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. كيف؟ أمثلة كثيرة. من أين لك هذا المال؟ قال هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل. يقول نحن أهل للغنى، نحن عائلة معروفة بالغنى وكأشراف، أو أتيت على شرف، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر. قال فلان فنان حريف مثلا يعرف من أين تؤكل الكتف. هذا كله كفر للنعمة. تذل لسانك بشكر المنعم المتفضل، من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. كيف أصبحت؟ قال بحمد الله. كيف ذهب عنك هذا المرض وكذا؟ قال الطبيب حاذق، أعوذ بالأنكار للنعمة. إذن النعمة لابد أن نعلم أن النعمة ابتلاء. ما هو الدليل يا شيخ صالح؟ النعمة ابتلاء؟ نعم. ما هتكلم حال الدليل؟ قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا دليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فلما رآه مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إذن النعمة ابتلاء، وهذه أدلة. تحتاج النعمة إلى ماذا؟ تحتاج النعمة إلى أمرين، إلى تعلق بالله قبل أن تأتي، وإلى شكر بعد أن تأتي. يعني الآن بعض الناس يمشي في الطريق ويرى متاع الدنيا العمائر والقصور، المهم، ويتحدث مع نفسه، إيش يقول؟ يقول والله يعني لو يتعرف علي التاجر أو الوزير أو الملياردير
أو السلطان أو الملك ويقول أنت حبيبي خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو أعطيك شيك مفتوح اصنع اللي تبغى. صح؟ أغلب الناس على هذا؟ إيه؟ أغلب الناس على هذا يفكر في هذا أنه لو تعرف عليه هذا ويعطيه شيك مفتوح أو كذا أو يطب في كنز مثلا. طيب أنا أسألكم سؤال، الجنة تطلب من من؟ ليش؟ لماذا تطلب من الله؟ لأنه هو المالك، هو الذي يملكها، ولا أحد يستطيع إعطاء الجنة إلا الله. صح؟ طيب الرزق يطلب من من؟ لماذا؟ هو اللي يملكه، ما يملكه التاجر أصلا. إذا كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق. إذا هذا الذي يصور لك الشيطان أحيانا تعرف على الوزير أو التاجر يعطيك شيك مفتوح أو كذا، هذا تعلق بغير الله. الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. إذا ما يمكن قبل أن تأتي النعمة تتعلق بأحد، لا بوزراء ولا بتجار ولا مدراء ولا غيرهم، يكون تعلقك بمن؟ لا بغيره. وهذا الذي يكون عندنا إشكال. يعني الآن أنت ترى مثلا في الأخبار ما يحدث اليوم في هذا، تجد بالخط العريض أين حكام العرب؟ وش تبغى ما تريد من حكام العرب؟ صح؟ حكام العرب يعطوك النصر؟ ها؟ لا. أين العلماء؟ أين الملوك؟ أين الحكام؟ أين العروبة؟ سبحان الله، هذا تعلق بالخلق غير الله. فلا بد أن نتعلق بالله لا بغيره. إن كان يعني إحنا قلنا لكم الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الضراء يتعلقون بالله مع كفر، وهؤلاء عند الضراء يكتب أين حكام العرب. مش تريد منهم؟ اعتمد على الله سبحانه وتعالى. إذا لابد قبل أن تأتي النعمة تتعلق بمن؟ بالله. هذه الخواطر اللي تأتيك وكذا وتتعرف الغيها كاملة. جاءت النعم وقال الرزاق خذ، وجاءت النعم ماذا تصنع؟ تشكر. كيف تشكر النعم؟ تشكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله لا بجدك ولا باجتهادك. باللسان تتحدث بهذا، وأما بنعمة ربك فحدث. بالجوارح تصرف هذه النعم في الشكر المنعم، وكل نعمة بحسبها. يعني الآن نعمة المال يشكر كيف؟ بإنفاق هذا المال فيما أحل الله لا فيما حرم الله. نعمة النظر، الآن الله أنعم عليك بنعمة النظر لا تنظر فيما حرم الله. اللسان لا تتكلم فيما حرم الله، وعلى هذا تسير. طيب من يذكر لنا الأبواب؟ ها؟ لا بعد الأسماء والصفات يعرف. لا، الباب الأول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله يعني يعرف أن النعمة من من ثم ينكرونها وأكثرهم صلى الله عليه وسلم كافرون. لماذا؟ اجتماع
الضدين في القلب، معرفة أن النعمة من الله ثم ينكرها. كيف ينكرها؟ قلنا أمثلة، هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال لولا فلان لم يكن كذا، لولا كليبة لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتى اللصوص، كانت الريح طيبة والملاح حاذق. عندما يأتوا في القديم كانوا يركبوا السفن الشراعية، تسألهم كيف وصلتم؟ يقول كان الملاح حاذقا والريح سبح. وين شكر النعمة؟ أترك الكتاب شر، هذا فقط يراجع عندي. طيب، هذا كله كفر للنعمة. قلنا قبل أن تأتي تتعلق بالله، وبعد أن تأتي قلب لسان وجوارح، بعده فلا تجعل الله. هذه أي سورة؟ من يعرف؟ بقرة. في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قسم الناس في أول السورة إلى ثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، لكن أطال الله سبحانه وتعالى في وصفه للنفاق. ثم بعد هذا، بعد التقسيم هذا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس. أيها الناس من؟ يعني مؤمن وكافر ومنافق. هذه الآية أيها الناس فيها أول نداء في القرآن، إذن أول نداء في القرآن هنا يا أيها الناس، هذا أول نداء في ترتيب القرآن، فاتحة والبقرة والعمران والنساء، أول يا نداء في القرآن نداء إلى ماذا؟ توحيد، أعبدوا يعني وحدوا. إذن أول نداء في القرآن نداء للتوحيد، أول فعل أمر في القرآن أعبدوا، هنا أمر بماذا؟ بالتوحيد، إذن هذا أهمية التوحيد. أول نهي في القرآن هنا فلا تجعل الله أندادا، النهي عن الشرك. إذن هذه الآية فيها أول نداء وأول أمر بالتوحيد وأول نهي، نهي عن الشرك. يا أيها الناس من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أي واحد ربكم، لماذا؟ قال الذي خلقكم، يعني هو الخالق، إذن لابد يكون هو مستحق للعبادة. والذين من قبلكم، يعني كذلك خلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله، فلا تجعل الله أندادا. بعد أن ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراده بالربوبية واحتج بهذا على الألوهية، ختم الآية بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعل الله أندادا. أول نهي، الند شبيه النظير والمثيل، تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله، من الدعاء والذبح وغيره. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية. الند، اتخاذ الند مع الله شبيه ونظير، يصرف له ما يصرف، ما لا يصرف إلا لله. نعم، خليك معي يا رجل أنت. وجاء في من لم يحلف بالله، من لم يقتنع بالحلف بالله، ها؟ أي نعم. الآن الحالف يحلف لك بماذا؟ بعظيم لديك، وإذا كنت تعظم الله تصدقه، وتعظيم الله هو التوحيد. لكن متى تصدق؟ الأصل أن كل من حلف لك بالله تصدقه، إلا إذا تعلم 100% أنه كاذب، أو يترجح مثلا كذبه، وإلا الأصل تصدق. لماذا؟ لأنك معظم لله سبحانه وتعالى، فهو عندما يحلف لك بالله أنت تعظم الله سبحانه وتعالى، وهذا تصدق. ولهذا كان الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، لكن قد يكون أكبر. أي نعم. طيب، بعد هذا
باب كون ما شاء الله وجل. باب قول يعني النهي، النهي عن قول ما شاء الله وشئت، لأن قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، لأن الواو تقتضي المساواة. فماذا تصنع؟ قلنا جاء النهي الأصل في قول ما شاء الله وشئت شرك أصغر، فماذا نقول؟ عندنا مرتبتين، أعلى مرتبة ما شاء الله وحده، المرتبة الثانية ما شاء الله ثم شئت. لو قال لك إنسان ما شاء الله وشئت إيش تصنع؟ لو قال لك إنسان ما شاء الله وشئت تقول أحسنت بارك الله فيك، هكذا يكون توقير العلماء وطلاب العلم. ها لو قلت له هذا طاغوت، أصبحت طاغوت والله صدق. طيب إذن بماذا تجيب هذا؟ لا نعم، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لكل من قيل له ما شاء الله وشئت أن يقول أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قل ما شاء الله ثم شئت، قال أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، أعلى مرتبة. أغلق كل باب عليه الصلاة والسلام يوصل للشرك. طيب نعم. باب من نزل بشيء فيه ذكر الله. نعم في باب قبله أنا أدري عنه. أي باب؟ سب الدهر. طيب السب، السلام عليكم. السب والشتم، الكلام على الدهر أو سب الدهر ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول أن يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته، وهذا اعتقاد الجاهلية، وكثير مسبة الدهر في الجاهلية حتى لو بقي منها شيء. طيب إذن هذا هو القسم الأول، وهو سب الدهر بذاته الاعتقاد أنه هو المصرف وهو الذي بيد جلب المنافع دفع المضر. طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الهلاك ليس بقضاء الله وقدره. الثاني من سب الدهر، هذا محرم وسفه نقص في العقل. إيش محرم وسفه نقص في العقل؟ يقول لزوجتي، يقول أسود يوم في حياتي يوم تقابلنا، والله لن أنسى هذا اليوم الأسود، يوم أسود. إيش علاقة في يوم أسود يوم أبيض؟ كل أيام الله أبيض صحيح؟ أي نعم مفهوم. إذن هذا سفه نقص في العقل، ما علاقة اليوم في أنه تقابل وكذا، قل أسود يوم في حياتي لن أنسى هذا اليوم، هذا محرم وسفه ونقص في العقل. اليوم يا أخواننا تسمع البعض يقول زمن غدار، صح؟ صح يا صح؟ ها؟ طيب البحر غدار، عشان كذا يقول غدار، يصح ما يصح؟ أكل الزمان عليه والشرب، هذا كله مسبة للدهر. زمن غدار، بحر غدار، ما علاقة الزمن وانت تتكلم على الزمن؟ وعندنا أيضا لعن للساعة وللزمن ولليوم، صح؟ موجود، هذا مسبة للدهر؟ استجوز؟
ما يقول لا زمن غدار ولا بحر غدار ولا يوم اسود ها او مطين بطين، لا ما يصح. طيب بالامس يقول لي كان يعني يعلم الاولاد الصغار انه الواحد منهم اذا سقط له سن يستقبل الشمس وقل يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني، اعطيني شرك اكبر. الشمس تعطيك سن العروسة ولا سن العجوزة ولا هذا ايش؟ شرك اكبر. اي والله. طيب الثالث من مسبة الدهر خبر محض، وهذا جائز. تقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، تعبنا من هذا اليوم. قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، لا إشكال. هذا خبر محض. إذا ثلاثة أقسام: إذا اعتقد أن الزمن والدهر هو المؤثر بذاته فهذا أكبر، يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره محرم سفه نقص في العقل، خبر محض جائز. مثل سب الدهر سب الريح إذا اعتقد أن مؤثر بذاته أكبر، يسبها لأنه محل الشيء الذي يكره سفه نقص في العقل. قال هذا ريح شديدة عاتية قلعت الأشجار وخربت الديار إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا خبر محض. طب ماذا يصنع إذا رأى الريح؟ أش يقول؟ اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شر الحديث. أي نعم. طيب هل الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ سبحان الله. هل الزمن هو الله؟ لا. الآية ترد لو كان الدهر هو الله كان اعتقاد الجاهلية حق، لأنه قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا إلا، وبهذا نسبوا الحوادث إلى ماذا؟ إلى الدهر. ولو كان الدهر هو الله كان اعتقاد الجاهلية حق، هذا من أقوى الأدلة. إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا الدهر، أي أنا مقلب ومصرف والآمر له، مفهوم؟ طيب بعده من بعده سمي بقاضي الفضاء، وانت نقصت بعدين وديتنا هناك كم صفحة يا رجل؟ أول التسمي بقاضي القضاء حاكم الحكام ملك الملوك حتى ولو كان بغير اللغة العربية، بالفارسية مثلا شاهان شاه ملك الملوك، هذا فيه تعدي على جانب الربوبية. هذا التسمية نحن نقطع أنه عندما يقول قاضي القضاء وحاكم الحكام ما ينوي أنه قاضي حتى على الله، فهذه التسمية محرمة، لكن إن نوى وقع في الشرك. إذن ماذا يصنع؟ يقول قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة القرن التاسع السابع، يقيد يصح لأنه قضاء الله لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان، وأحسن من هذا يترك هذا ويقول قاضي مصر فقط وانتهى الأمر. طيب يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول حتى هذا في يعني شيخ الإسلام، عندما تقول شيخ الإسلام هذا معناه أنه شاخ في الإسلام. أحق الناس أحق من يوصف بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شاخ في الإسلام. إيه نعم. لكن الصحابة أخواننا رضوان الله عليهم محتاجوا إلى ألقاب، إيه محتاجوا، يكفيهم شرف صحبة. فعندما حصل يقول النقص في بعض المتأخرين أرادوا أن يرفعوا هذا النقص بماذا؟ بالألقاب.
بعضهم يلقب بمحيي الدين وهو مميت الدين. محيي الدين ابن عربي هذا مميت الدين، ما ليس محيي الدين. وبعضهم بنور الدين وهو ظلامه أصلا. أي نعم. طيب إذا ما التسمي قاضي القضاء وحاكم الحكام ملك الملوك شاهنشاه هذا في تعدي على جانب الربوبية. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى. أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء مختصة لا يصح أن يسمى بها أحد، وإن سمي بأحد وجب أن يغير. الله رب العالمين الرحمن مثلا. وعندنا أسماء غير مختصة صح التسمي بها على أنها أعلام محضة. قالت امرأة العزيز يصح؟ يصح. هذه عزة قاصرة. عزيز مصر صنعوا ما صنعوا به. ذق إنك أنت العزيز الكريم يصح؟ يصح. لكن إن قصد هنا الوصف الذي لا يكون إلا لله منعنا كذلك من التسمي. مرة أخرى، إذن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، مختصة لا يسمى بها أحد، الله ورب العالمين والرحمن، وأسماء غير مختصة صح التسمي بها على أنها أسماء محضة. تقول عزيز كريم فلان صح؟ لا إشكال. لكن إن نوى بهذا عزيز أو كريم وصف الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. مفهوم؟ نعم. من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أخواننا الباب باب مهم جدا وخطير جدا، ويقع فيه بعض الشباب هدانا الله إياه. الكفر كفران، كفر إعراض لا يدخل في الدين، كما حدث من أبي طالب. حارب الإسلام؟ لا. سب؟ لا. شتم؟ لا. هذا كفر إعراض. كفر معارضة أبو جهل أبو لهب المستهزئ، كفر كفر معارضة من أشد الكفر. يسخر ويستهزئ ويسب. إذا المسألة واضحة فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، سأل الله يحفظهم، فتوى اللجنة إذا كانت المسألة واضحة بين سب للرب للدين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أكفر كفر أكبر لا شك في كفره. وإذا كانت مسألة محتملة، يعني بعض الشباب هدانا الله إياه هذا هو الواقع، أنه يمزح أحيانا بماذا؟ بآية بحديث ويضحك الشباب، تنبه وتقول اسمع ترى هذا استهزاء، أنت فتوى لجنة يقول اترك، وإن أصر كفر نسأل الله عافية والسلام. إخوان الكتاب والسنة لا تقربهما إلا وأنت تريد الوقوف عند حدود الله، أما تمزح وتلعب وتأتي بنكت هذا اجعلها بعيد عن كتاب والسنة. وعيب والله طالب علم أنه يأتي ويستدل بآية أو حديث ويضحك الناس، هذا هو استهزاء أصلا. يعني مثلا هذا يمسك أحد الشباب الثاني يقول تعال خذني، يقول خذوه فغلوه. خذوه فغلوه استهزاء صحيح. نكت تسمع اليوم بعض من ينكت وكذا هذا استهزاء. رب كلمة واحدة هذا قالها في الحديث هنا، قال ما رأينا مثل قرائنا، مثل ما يذكر لك بعض الناس يقول المطاوعة شركة صلوا. شركة صلوا يعني الهيئة. شركة صلوا، من الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقول شركة صلوا
هذا استهزاء. ف يعني هذه المسألة خطيرة جدا. كلمة واحدة نسأل الله العافية والسلامة كما هنا في الحديث يعني قالها من باب اللعب، وقال يا رسول الله إنا كنا نتحدث حديث الركب. يعني بعض الناس قال الكلام ما على جمالك، سبحان الله، نقطع به عنا الطريق أو عناء الطريق. وقال يا عم نتسلى، تتسلى بكتاب السنة؟ طيب مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أن المستهزئ يكفر وأنه يقتل ولا يستتاب، توبة علم عند الله، طبعا من السلطان قتل. هل تقبل توبته؟ قال توبة علم عند ربي. القول الثاني غير مذهب الحنابلة أنه تقبل توبته بشروط: أن يثني على الله، يتبرأ مما قال، وأن يظهر عليه أثر التوبة، يعني يتغير حاله ويبدأ يصلي ويعتمر ويحج هكذا. لكن إن كان ساب للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن قلنا بقبول التوبة توبته، هذا لابد يقتل. نعم، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أرجحه شيخ الإسلام في الصارم المسلول. طيب الذي يسمع السب والاستهزاء، الآن أنت تكون في مجلس وتسمع سب واستهزاء، إما أن تنكر أو تنصرف تخرج. إذا سمعت السب والاستهزاء وبقيت، حكمك حكم الساب المستهزئ، كافر كفر أكبر. والدليل، الدليل صالح، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أنت الآن تستغرب يعني لماذا في رمضان، في رمضان تأتيك التمثيليات الإسلامية، ليش؟ حتى تكفر كفر أكبر في نهار رمضان، صحيح أو لا؟ أنا أقول لك ليش. الآن يأتيك تمثيلية يسميها هؤلاء تمثيلية إسلامية، وهذه هي تمثيلية شرك أكبر، يمثل فيها واحد دور إبليس، واحد دور أبو جهل، ودور فرعون. إيش يصنع؟ يسب الرب، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي، يحلف باللات وبالعزة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث: جدهن جد، وهزلهن جد. وانت تستمع وتنظر إلى سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويسجد للصنم ويلبس الصليب، صح؟ ويحلف باللات والعزة، أنت مثله. فلماذا يصنعون لنا هذه التمثيليات في نهار رمضان؟ يا رجل حتى تكون مشرك شرك أكبر في رمضان، سنين يعملوا على هذا من أجل عينيك؟ لا والله، من أجل هذا، أنك تبقى تكفر كفر أكبر في نهار رمضان، صح؟ سؤال الحين، بعض الناس يسب الرب ويدافع عنه البعض الآخر، يقول يا أخي هذا عندما يغضب يسب الرب غضبان، طيب لماذا عندما يغضب ما يسب والده، ما يسب الملك؟ والله ما يتجرأ يسب أكرمك الله جزمة الملك، صح؟ ليش؟ سجن. وبعض الناس يجي الواحد يسب الرب، قال تسب الرب؟ قال ايه. قال كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال سب، صح؟ موجود؟ موجود. قال كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال سب. قال تصلي؟ قال لا ما صلي.
كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال لا تصلي، ما عندك مشكلة، الصلاة ما فيها أشكال، تدخل الجنة من أوسع باب. تصنع كذا؟ قال إيه. كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال إذن يلا. طيب تعال، واحد يجيك معلش يا أخي، عاد الشيخ عبد الله ذهب، ايش اصنع؟ فاحد يجيك انت ويسب والدك، يسب والدك، تقول له كيف قلبك؟ تقصد والدي؟ الله اعلم تقتله، صح؟ اي نعم. ما يعني سب الرب، اذا سب والدك تقيم الدنيا ما تقعدها، كيف يسب رب العالمين؟ من العجب أنه عندما سب النبي صلى الله عليه وسلم من الدنمارك حق للأمة أن تدافع عن نبيها، وهذا واجب، هذا هو الإيمان، لكن الدفاع يكون على الشريعة. المهم خرج الناس في مظاهرات في بعض الدول، خرجوا في مظاهرات دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد الدنمارك، المهم مظاهرات لا تمت الإسلام بصلاة. طيب خرجوا في المظاهرات، يقول لي بعضهم، يقول والله في المظاهرات وهم ماشيين في المسيرة معهم في المظاهرات من يسب الرب وخارج ضد الدنمارك. صحيح إخوانا، فبعضهم يعني محامي دفاع عن من يسب الرب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف قلبك؟ يا أخي هل سمعت يوم من الأيام، بالله هل سمعت يوم من الأيام واحد أنا أريد واحد فقط من اليهود أو النصارى يسب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؟ فيه؟ ها؟ مع ما عليهم لا إسلام لا دين عندهم أو لا كذا، لكن ما تجد واحد يسب عيسى أو موسى عليه الصلاة والسلام، صح؟ مع أنهم يعني حتى بعضهم ما يدخل كنيسة ولا أتيها ولا كذا، لكن ما يتجرأ أحد، لكن عندنا يتجرأ أحيانا البعض الصغير قابل الكبير على سب الرب وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء. وبعدين يقول هؤلاء الوهابية شددين. أثمرت ولله الحمد فتوى اللجنة عندها ما تسمع بفضل الله سب واستهزاء، لكن في بعض الدول تسمع السب والاستهزاء ليلا نهارا من الصغار قبل الكبار. كيف قلبك؟ قال مطمئن. قال سب والله. إذن الذي يسمع السب أخواننا والاستهزاء إما أن ينكر أو ينصرف، بقي حكم حكم السب المستهزئ. وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا أمامهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يا أخواننا هذه الوسائل الأجهزة لا الآن نبي أكثر، والله أحيانا يوقعوك في الشرك الأكبر وأنت ما تدري، يرسل لك كركتين على أهل الإسلام لحى. الله أرسل لي رجل صورة، أنا أرسلت له رسالة قلت اسمع، على فتوى اللجنة الدائمة إما أن تتوب أو أن تكافر كفر أكبر، لأنه يرسل لك صورة فيها أهل الإسلام صورة لحى وكل واحد معه سكين أو معه سيف أو قنبلة، يعني وكاتب بهذا نعلمكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو نطهر قلوبكم أو كذا. هذا الكلام على من؟ على الصحابة السلف الصالح، صح؟ حتى وإن كان هو يريد أن يتكلم عن بعض الفرق، الدفاع أو بيان ما عليه الفرق الضالة يكون بالصور بالهتافات بالتمثيليات
بالعلم الشرعي. أما أنا من أجل أن أدافع أو أتكلم على بعض الفرق الضالة وصور أهل الإسلام بهذا، هذا استهزاء. المفتي، والله أخي أحد الشباب وراني في جواله مصورين المفتي في كركتيه. بالله يا أخي بالله، أنا أرسلت لي هذا، بالله لو هذا الكركتيه على والدك توري أحد؟ ها؟ يا إخواننا هؤلاء المفتي هيئة كبار العلماء هذول هم أباءنا يا إخواننا، صدق والله. كيف أنت الآن حتى لو أنت منكر لهذا يا أخي، مجرد ما تأتيك هذه الرسالة يا أخي ديليت وانهى الأمر. لا، يرسل فلان شوف ايش يقول على المفتي الخبثة. طب أنت نسرتها الآن. فهذا يا إخواننا والله إشكال، إشكال كبير. فعندما أرسلت لهذا الأخ، أرسلت له هذه الرسالة وقلت له توب وكذا وما يصير، أرسل لي فيديو، أرسل لي فيديو، قال إذا تنكر علي صورة أنا أرسل لك فيديو فيها أكثر من هذا. أتاني أن الموضوع كبير جدا. أفلام على الملتزمين وعلى اللحى وعلى المفتي وعلى هيئة كبار العلماء، صحيح حتى يغيروا ما يكتبوا هيئة كبار العلماء، يكتب العلماء كذا. بالله لو يكتبوا عن والدك أنه كذا تبقي هذه الرسالة؟ فما أدري إخواننا، يعني الآن هذه الأمور يعني موجودة، وكم من رسائل تنقل وترسل. وهذه في الحقيقة الله أعلم يعني إن لم يعني يكون وراء هذه يهود أو رافض. لأن لو الآن تكلمنا في هيئة كبار العلماء خلاص ضاع كل شيء. نتكلم في المفتي ونتكلم في فلان ونتكلم في فلان وفلان، وإحنا والله من نعتقد أن هؤلاء أفضل منا، صحيح. حتى بدأ الكلام الآن يعني على الصحابة رضي الله عليهم، على أئمة الإسلام شيخ الإسلام وغيره بسبب هذه الرسائل. فاستهزاء وسخرية وسب وغيره، فما يصلح. وأحدث ولا حرج، يعني أنا ما أريد أفصل أكثر، ولا في يعني أشياء طمات في هذا الواتساب. نعم الله المستعان. المهم أخواننا لابد أن نحذر. كتاب والسنة ما تقربهما إلا وأنت تريد الوقوف عند حدود الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله قال وجلت أي خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هذا المؤمن. أما أن تلعب وتعبث وتنكت ويكون ضحك أو كذا أو كذا ما يصلح. نعم. فقول الله تعالى وإن ذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. إن شاء الله بعد 10 دقائق، 10 دقائق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.